جزاء نادي الباطن ومحمد سالم اللي واقف على القائم القريب وادي الركنيه عاليه والمره دي جول. المره دي جول. عايز ايه يا بتسلي؟ عايز ايه يا بتسلي؟ يجننهم بتسلي، يجننهم بتسلي. اهي دي اللي اسمها المهاره الخاصه، اهو ده اللي لا على البال وعلى الخاطر. وبتسلي وضربه ركنيه من زمن اخر، من زمن اخر. الضربه الركنيه دي ما لومكش يا ناصر يا محيني، ما اقدرش الومك يا ناصر يا محيني، دي حاجات ما بنشوفهاش كتير، لكن واضح ان احنا مع بتزل السنه دي هنشوف العجب، هنشوف العجب. وبتزل بيوري ناصر المحيني العجب، بيورينا العجب اهو. اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام. ماركوس بتزلي بيقول في مهارة، وفي مهارة خاصة، وفي مهارة بمواصفات خاصة، وده هدف بمواصفات خاصة، لا على البال ولا على الخاطر، ولكن عشان عيونك يا سامي.